ما يقع في اليمن هو تأكيد على ما تفضلتم به، أن النظام الإيراني يحاول تصدير يعني فكره وأيديولوجيته إلى باقي الدول. طبعاً، as I explained, you know, they are trying to make others like themselves. نعم، كما شرحت، النظام الإيراني الذي يريد جعل الدول الأخرى مثل الثورة الخمينية وفي اليمن تحديدا يحاولون إقناع جزء من المجتمع اليمني وخاصة مجموعة الحوثيين لكي يتبنوا أيديولوجية الخميني، وهذا بالفعل ما يقع حاليا في اليمن، حيث أصبح اليمنيون يقاتلون بعضهم البعض. صحيح كانت هناك حروب قبلية في اليمن سابقا، لكن الآن الحرب في اليمن هي حرب أيديولوجية، وللأسف إيران جعلت الوضع في اليمن معقد جدا. حوالي شهرين تقريبا قام الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء على سفن دولية في على مقربة من ميناء الفجيرة الإماراتي، وبعدها بشهرين يعني مع منتصف هذا الشهر قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو. لماذا النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت بالضبط يقوم باستفزازات للجيران وللمجتمع الدولي؟ The attack on the tankers in Fujairah and later, you know, the shooting of the American drone. الاعتداءات في ميناء الفجيرة وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة واحتجاز ناقلة النفط البريطانية، كل هذا هو جزء من خطة إيران لإظهار نفسها أنها تحارب وتقوم بردة الفعل. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على إيران، وهم يناورون ضد العقوبات، لكنهم في ذات الوقت يتجنبون السقوط في حرب. ونحن نعلم أنهم في هجومهم على سفن قد اختاروا السفن التي لا تحمل نفطا، وبالتالي هم يحاولون أن يظهروا أنهم أقوياء، لكنهم لا يريدون أن يدفعوا بالأمور إلى حافة حرب حقيقية، وهذا ما يظهر خوفهم في ذات الوقت، مع العلم أنهم يريدون أن يظهروا استعدادهم العنيف، ولكن لا يملكون الثقة. وعندما تكون غير واثق من نفسك وفي ذات الوقت تريد إظهار أنك قوي دائما، فإنك تقوم بعمل ما لإرسال رسالة تقول إنك ها هنا موجود. الحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضعيفة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تريد التعامل مع كل من يتعامل مع إيران، فوضعت إيران أمام وضع صعب، إذ لم يعد هناك من يريد التعامل مع إيران. تصدير النفط انخفض في إيران إلى 400 ألف برميل في اليوم، مقارنة مع 8 ملايين برميل من النفط في اليوم في زمن حكم الشاه. تصدير النفط انخفض في إيران إلى 400 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 8 ملايين برميل من النفط في اليوم الواحد إبان حكم الشاه. وفي ذات الوقت إيران حاليا لا تستطيع القيام بمعاملات مالية دولية، وأمام ضعفهم هذا فهم يحاولون إظهار أنهم أقوياء، لهذا يقومون باعتقالات عشوائية مثل 41 شخصا تم اعتقالهم. البعض ينحدر من أصول أمريكية، أما الآخرون فهم فرنسيون وألمان وكذلك من اليونان ومن دول أوروبية. إنهم يقولون الآن إن لديهم مختطفين من أجل المساومة عليهم، كما قصفوا الطائرة الأمريكية واحتجزوا الناقلة البريطانية وهاجموا سفنا أخرى في المنطقة لكي يقنعوا أنفسهم بأنهم يقومون بشيء ما أو أنهم يحاربون.